أعلنت الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تصدير منتجاتها الإسفلتية إلى دولة الإمارات. وقال مدير عام الشركة عدنان الغنام في بيان أنه تم تصدير الوجبة الأولى من مادة البرايم كوت المنتجة في معمل المنتجات الإسفلتية في محافظة ديالى بكمية بلغت 600 طن، مؤكدا أن الشركة ماضية في خطتها لإنشاء معامل لإنتاج الطلاءات الإسفلتية في مختلف محافظات البلاد بالشراكة مع القطاع الخاصة.